تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل ثاني في مادة التربية الإسلامية. الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة بور ديمبريمي وإعادة حله. كذلك التعليقات اتركوا هذه في كومينوتي. لكي تصلكم الفيديوهات ادخلوا على القناة، اشتركوا وفعلوا جرس الإشعارات. نبدأ في حالة اختبار معا. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. خلق الله الملائكة من طين. الله تعالى خلق الملائكة من طين. أحسنتم، خطأ. خلق الله الملائكة من نور وليس طين. المسجد مكان مخصص للصلاة فقط. أحسنتم، خطأ. المسجد مكان مخصص للعبادة والذكر وكذلك طلب العلم، للصلاة فقط خطأ. أم كلثوم هي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، صحيح. آداب المسجد، الهدوء والسكينة والخشوع. أحسنتم، صحيح. إذا نراجع. خلق الله الملائكة من نور من طين، خطأ. المسجد مكان مخصص للعبادة والذكر وطلب العلم، ليس للصلاة فقط، خطأ. أم كلثوم هي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن آداب المسجد الهدوء، إتيانه بالسكينة والخشوع. نلتقي إلى التمرين الثاني. قارن بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر واكتب إجابتك في الجدول. سوف نقارن بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. وجه المقارنة، لدينا عدد الركعات، السر والجهر، خطبة الإمام، هل توجد أم لا، تؤدى في المسجد فقط. نبدأ. عدد الركعات في صلاة الجمعة كم هو؟ أحسنتم، ركعتان. صلاة الجمعة فيها ركعتان، بينما صلاة الظهر عدد الركعات، أحسنتم، 4 ركعات. السر والجهر، كيف تؤدى صلاة الجمعة؟ أحسنتم، جهرا. بينما صلاة الظهر، أحسنتم، سجل. نواصل. خطبة الإمام، هل توجد خطبة الإمام في صلاة الجمعة؟ جيد، نعم توجد صلاة الجمعة. بينما في صلاة الظهر، أحسنتم، لا توجد صلاة، لا توجد خطبة للإمام. تؤدى في المسجد فقط، ما هي الصلاة التي تؤدى فقط في المسجد؟ معنى تؤدى جماعة. أحسنتم، هي صلاة الجمعة، يجب أن تؤدى في المسجد. إذا نراجع. عدد الركعات بالنسبة لصلاة الجمعة، عدد الركعات ركعتان، تؤدى جهرا، توجد فيها خطبة الإمام وتؤدى فقط في المسجد. بينما صلاة الظهر 4 ركعات، تؤدى سرا ولا توجد فيها خطبة للإمام. نلتقي في التمرين الثالث. اربط بسهم بين المسجد ومكان تواجده. إذا لدينا المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، والمسجد الكبير. أماكن، لدينا الجزائر العاصمة، مكة المكرمة، القدس، فلسطين، بالمدينة المنورة. إذا المسجد الحرام، أين يقع المسجد الحرام أو يتواجد؟ أحسنتم، بمكة المكرمة. مكان تواجد المسجد الحرام، مكة المكرمة. المسجد النبوي، أحسنتم، بالمدينة المنورة. يوجد بالمدينة المنورة. نواصل. المسجد الأقصى بفلسطين، أحسنتم، بالقدس الشريف، في دولة فلسطين. نواصل. المسجد الكبير، جيد، يقع بالجزائر، في بلدنا الجزائر، بالجزائر العاصمة. إذا نراجع. المسجد الحرام بمكة المكرمة، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، المسجد الأقصى بالقدس فلسطين، والمسجد الكبير بالجزائر العاصمة. التمرين الرابع. ضع كل عبارة في الخانة المناسبة. لدينا عبارات السجود،
قراءة سورة الفاتحة، الكلام، الركوع، عدم استقبال القبلة، قول سبحان ربي الأعلى، الشكر. لدينا من أفعال الصلاة أي الحركات التي أقوم بها أثناء الصلاة، من مبطلات الصلاة الأشياء التي إذا قمت بها تصبح صلاتي باطلة أنا غير مقبولة، ومن أقوال الصلاة هي الأقوال أو الكلمات التي أقولها أثناء الصلاة. نبدأ. السجود أثناء الصلاة، أتحرك أسجد، أحسنتم، إذا هي من أفعال الصلاة، السجود من أفعال الصلاة، لما أسجد أتحرك أثناء الصلاة. نواصل. قراءة سورة الفاتحة، أقرأ سورة الفاتحة، لا أتحرك، أقرأ سورة الفاتحة، أحسنتم، من أقوال الصلاة قراءة سورة الفاتحة، وأنا واقف أقرأ سورة الفاتحة، لا أتحرك، قراءة سورة الفاتحة. نواصل. الكلام أثناء الصلاة، لا يجوز لنا الكلام أثناء الصلاة، إذا تكلمنا تصبح الصلاة باطلة، إذا الكلام من مبطلات الصلاة، أحسنتم، الكلام من مبطلات الصلاة. نواصل. الركوع، أركع، أتحرك، أقوم بحركة، جيد، من أفعال الصلاة. الركوع من أفعال الصلاة. نواصل. عدم استقبال القبلة، أثناء الصلاة قبل الصلاة يجب استقبال القبلة، إذن عدم استقبال القبلة من مبطلات الصلاة، أحسنتم، عدم استقبال القبلة من مبطلات. نواصل. قول سبحان ربي الأعلى، أقول سبحان ربي الأعلى، جيد، من أقوال الصلاة، قول، أقول، قول. الشرب أثناء الصلاة، لا يحق لي الشرب أثناء الصلاة، إذا الشرب من مبطلات الصلاة. إذا نراجع. لدينا من أفعال الصلاة السجود، الركوع، كذلك القيام، من مبطلات الصلاة الكلام أثناء الصلاة، الأكل، الشرب، وعدم استقبال القبلة، من أقوال الصلاة قراءة سورة الفاتحة، قول سبحان ربي الأعلى، قول سبحان ربي العظيم، كذلك التكبير لما أقول الله أكبر، كلها من أقوال الصلاة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار، إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.